حلب إلقاء القبض على حوالي 20 شخصا من مزوري عقارات المواطنين وممتلكاتهم. ألقت عناصر فرع الأمن الجنائي في حلب بالتعاون مع الجهات المختصة القبض على مجموعة كبيرة كانت تقوم بعمليات تزوير ممتلكات المواطنين بغرض سرقتها وبيعها لقاء مبالغ مالية طائلة. المحامي يوسف سليمان تولد حلب. مجموعة من الشباب اتصلوا فيني، في عندهم عقار بدي يبيعوه بحلب الجديدة، فطلبوا مني انه بدي يعملوا لي وكالة. نظموا الوكالة بالاتفاق مع المندوب الوكالات، نظموا الوكالة بعثوا لي اياها تاني نهار. الوكالة اخذت انا ورحت اقريت فيها في عقار ببيانون، اقريت فيه للمشتري. انت بتعرف من الاساس انه هذا الموضوع تزوير ووكالة مزورة؟ طبعا هو لما اتصلوا معي قالوا لي انه مزور الوكالة. اكيد في معرفة سابقة مع هذول الجماعة. بعرفهم طبعا، فراغة صعب تصير يعني الا بدي بحضور الشخص او وكالة كاتب عدل. اختاروا لي طبعا لقاء مبلغ معين، دفعوا لي اياه. قد ايه هو؟ حدود 400,000. هذه فقط لإقرار الوكالة؟ بس إقرار الوكالة. أخذت أنا وكالتي وأقريت فيها وأنا انسحبت الموضوع لأنه هو أخذ استحصل على حكم قضائي صار فيه يفرغ لنفسه. أنت بدأت بهذا العقار ببيانون. طيب والحبل جر بعدين؟ جر الحبل. أخذ في وكالة تانية باسم المالك بكري عجم، عنده أرض بحلب الجديدة، كمان اتصلوا فيني قالوا انه بدنا نعمل لك فيها وكاله، انت تروح بموجب وكالتك تقر لشخص اخر. طبعا هذا معهم شريكهم يعني. كمان على اساس لقاء مبلغ معين كان بحدود تقريبا شيء 300,000. قد ايه العدد الاجمالي للعقارات اللي زورتوها واللي تم بيعها واللي قبضت عليها عمولتك؟ عقارين فقط. وعقارين، في عقار تم فيه رفع الإشارة. هي ما رفعت الإشارة؟ في إشارة محطوطة كانت على المالكة نجاة شماع، مالكة عقار بحلب الجديدة. نائر صباغ مو هو اللي نظم الوكالة، هو متفاق مع مندوب الوكالات، فجايبين مرة انتحلت صفة المالكة قيدا على أساس أنه هي المالكة. مين هو نائر صباغ؟ شو بيشتغل؟ زميلنا. العدد الإجمالي للعقارات طبعا. مين كان صاحب الفكرة في موضوع التزوير والاشتراك؟ كيف تنكرتها؟ الصباح هو اللي ورطني والله، يعني طمعني، وأنا كان في ظروف هيك صعبة علي، يعني ارتكب الذنب ومطلب من الله يسامحني. الصباح وينه هلأ؟ والله سمعت أنا من مثل ما العالم سمعت بأنه انتسب للجيش الحر ويعني انضرب بسيارته. هو كان محامي ينصب وكذا، بعد انتقل لأصبح كمل صار إرهاب يعني. بشكل عام قد ايه قيمته يعني هيك تقديريا؟ يعني فوق 100 مليون. اسمي إسماعيل بهيراتي، موظف في السجل العقاري بحلب. إسماعيل، أنت شو كان دورك بالتحديد وكيف بدأت تخططوا لموضوع نقل الملكية والتزوير؟ بدأ الموضوع أنه أجاني تليفون، فطلع الشخص اسمه عبد الرحمن متشو، تم الاتفاق بيني وبينه. شو اشتغل هذا عبد الرحمن؟ مسير معاملات، ومعروف من زمان من 10-15 سنة مسير معاملات. صار اتفاق بيني وبينه على تزوير محاضر، عدة محاضر. مقابل شو؟ مقابل أجر يعني مال، مقابل ملايين طبعا. نحن الأول الفكرة بلشت أنه ملايين. عدد العقارات 8 لأشخاص موجودين بخارج البلد. كانت يعني الموضوع انه انا اسهل شغلي، انه اسهل له الدخول لجوا ويقوم بكل الشغل، يعني كل الشغل بكل معنى الكلمه. انت فقط موضوع تسهيل دخوله للسجل العقاري، وانت تعرف من البدايه انه هذا كله تزوير؟ طبعا معرفتي، طبعا الموضوع تم معرفتي. ما انا ما مقبول ما بعرف او كذا هيك، بس الشغل اللي كان يشتغله هو كان يقوم الشغل من اوله، من اوله بيع العقارات، التجار يبيعون، تزوير الصحائف،
كل شيء كان يقوم بهالمهمة هو. قد ايه قيمة العقارات اللي انتو شاركتوا فيها؟ انا ما بعرف قيمة بالقيمة بس بالملايين. عبد الرحمن بجو. عبد الرحمن انت شو بتشتغل؟ مثير معاملات. كيف تعرفت على الموظف بالسجل العقاري؟ من زمان بعرفه، دقيت له تليفون عشان التزوير، قلت له في عندي هالعقارات تزور لي اياهم. قام اجى قال لي انا عبده خطي معروف انه انت بدك تساعدني. انت انا كتبت سهل لي، هو الشطب الملكيات وانا ثبتهم على السجل العقاري. انا ابيع العقارات بموجب بيانات العقاريه طالعه من اسماعيل. عرضهم بالسوق، ابيعهم لزبائني، عندي زباين انا. عرضتهم بعمال العقارات، تقريبا قبضت شيء 6-7 ملايين تقريبا، 7 ملايين تقريبا حق العقارات. شو اسمك؟ احمد ابو الخيل المراوي. انت شو كان دورك؟ انا اللي كنت اختم السجلات المزوره. شو كنت اختم السجلات؟ انت شو بتشتغل ليش؟ انزل اساعد ابوي. ابوك شو بيشتغل؟ ابوي موظف في السجل العقاري، مهمتي انه اختم السجلات. طيب شلون تختم؟ منين تجيب الاختام؟ نحن كل جمعة بنختم السجلات عن النظامية يعني، طبعا بيناتو بحط هالسجلات المزورة، بيجي رئيس الشعب بيقول لي بدنا نختم السجلات، بجيب الختم وبنختمه وبقى رئيس الشعب بتمرق المزور مع الأصل. نعم. الأهالي عبروا عن ارتياحهم لسرعة إلقاء القبض على المجرمين وذكروا لنا تفاصيل ما حدث معهم. أمي احكي لي كيف راح بيتك بالتفصيل. ماشي. أنا مالي موجود، أنا مالي مقيمة بالخليج من شي 9 سنين، ما نزلت لهون لسوريا. بنتي بتتصل فيني بتقول لي يا أمي البيت راح. شلون راح؟ بتقول لي في ناس أجوا سطوا على البيت وطالعوني وخلعوا باب الحديد وسرقوا البيت. إلا لبنتي هذا البيت إنه قالت له هذا البيت انا امي ما بيعته من وقت ما اشترته من 30 سنه ما بيعته وعملت لي وكالة وما بيعته. قال لا لا هذا البيت انه انا دافع فيه فلوس وكذا وهيك شيء يعني بدي البيت. هيك ابدا ابدا اي. وعامل حكم محكمة اخذ يعني ما وإني بكل بس كله بالتزوير. بخبرني احد بالمنطقه احد الجوار بقول لي عندك انت فيلا بضحيه الاسد بدك تبيعها؟ قلت له لا ما لي عرضه للبيع. جينا على الامن الجنائي ساوى الضبط وافادتي وحللوا البصمه، طلعت ما هي بصمتي مزوره، فالبصمه غير فصيله طلعت. بتفاجئ يعني انه الامور الحمد لله رب العالمين، في امن في بالبلد، في مين يسمع لك. بعد فتره بيخبرني الامن الجنائي بيقول لي كمشنا العصابه واعترفوا بالتزوير، ففي امن على المواطن، في حرص على المواطن، في متابعين المواطن، ولا امورنا ان شاء الله جيده بالمحكمه، ان شاء الله بيرجع لنا الملكيه. فهدول جماعه مزورين مجرمين. في الاونه الاخيره وردتنا عده شكاوى من المواطنين في مدينه حلب وريفها بتعرض عقاراتهم واملاكهم لعمليات نصب. بتوجيهات السيد قائد الشرطه وبالتنسيق مع الجهات المختصه في مدينه حلب تم القاء القبض على العديد من هؤلاء الذين اقدموا على تزوير العقارات دون علم اصحابها، وقد بلغ عدد الاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم حوالي 20 شخص. طبعا التحقيقات ان شاء الله مستمره والبحث جاري عن المتوارين، وان شاء الله كل سوف ياخذ كل ذي حق حقه. اذا هي يد العداله التي القت القبض على هؤلاء الذين حاولوا ان يعبثوا بممتلكات المواطنين وسرقاتها، بينما تواصل اليد الاخرى يد الجيش العربي السوري ضربها لمعاقل الارهاب في كافه ارجاء محافظه حلب. شادي حلوه، التلفزيون العربي السوري حلب.